الأوامر بنقطة التوقف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. سيادة الرائد، بعد 3 سنين ونص رجعنا أقلعنا وعم نهبط بمطار كويرس، ماذا تريد أن تقول؟ كلنا فخر واعتزاز بالعودة لمطار كويرس، من العرين الأسد، مصنع النسور، هون تربينا وهون خرجنا من هون، وكان لنا ثقة بقيادتنا الكريمة إنه رح نرجع نهبط فيه مرة ثانية. نحن نسور الأسد، ضلينا على مدى سنوات الحصار الكاملة ليلا نهارا فوق مطار كويرس وفوق مدينة حلب بالأكمل. نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد الشعب أن نبقى الجنود الأوفياء لسوريا الأسد، وسوف نلاحق الإرهابيين حتى في أوكارهم وجحورهم. راسي سيدي، وحييك الله يطول بعمرك، والف شكر لإلك، ونشكرك سيدي جزيل الشكر. سوريا كلياتها مديني لإلك سيدي. نحن سوف نبقى النسور الأوفياء لقيادتنا الحكيمة وبأمرك. فطالما ناديتكم في السماء وها أنا ألتقيكم على أرض مقدسة، فالسماء قدسها الله، وأنتم برجولتكم وبعزيمتكم وبإيمانكم قدستم الأرض، والله سبحانه وتعالى وعد بالنصر عباده المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد. بوجودك يا سيدي أينما طلبتنا سوف تجدنا نسور في السماء جنود بالأرض، ونعاهدك على ذلك، ومطلبنا من الله والشهادة في هذه الأرض المقدسة. مطلبنا من الله والنصر، الحياة، لأنها نعمة السماء بفضل جنودكم، وأنتم من سيرعى هذه النعمة، وأنتم من سترسون الأرض لأنكم المؤمنون، ولأن الله وعدكم بذلك، والله لا يخلف الميعاد. إن وصلت المقاتلة الثانية، السماء لن تهدأ بانطلاقها من مطار كويرس العسكري يعني محاربة واستهداف أوكار تنظيم داعش الإرهابي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو شعورك اليوم بأول مرة عم تهبط بأمان والحمد لله على أرض مطار كويرس؟ قمة الفخر والاعتزاز، أنا في قمة السعادة الآن. يتوقع كلام خير الكلام ما قل ودل. قمة السعادة، الحمد لله ونشكر الله. الله يحميكم. الحمد لله على السلامة. شو بدك تقول؟ نشعر بالفخر والاعتزاز أنه هبطنا على أرض المهبط، هذا المهبط اللي خرجنا طيارين وكنا أبطال وحققنا صمود. الله السلامة. انت اخ الشهيد علي عثمان. اذا كما تتابعون معنا لقاء الاحبه، لقاء النسور مع النمور الحقيقه على ارض الكليه الجويه، هذه اللقطات التي تتابعونها مشاهدي الفضائيه السوريه. اليوم صباحا كان هناك اقلاع وهبوط للحوامات، وليلا الان ما شاء الله المقاتلات. هل عاد المطار للعمل على مدار 24 ساعه؟ كنت أتكلم وأنظر إلى الشمس، فكنت أرى صورة قائدي وسيدي المجاهد الأول بشار حافظ الأسد ترتسم على جبين الشمس. أما الآن تسألني عن في الليل، فأنا أراه كالقمر الساطع، ومن حوله رجاله كنجوم الزواهر. كان هناك عرس صباحي اليوم، والآن عرس مسائي، ستستمر الأعراس الصباحي والمسائي بعون الله ما دام فينا قلب ينبض. وأهل وسهلا بالبواسل النسور الذين نوروا سماء هذه الكلية واحتضنتهم السماء والأرض، واشتقنا إلى هدير طائراتهم، وسيستمر الهدير بعون الله ليلا ونهارا من الآن وصاعدا. استقبلناكم بالهبوط وهلا حملنا الأهداف وطالعين. شو بدك تقول؟ نحن دائما وابدا طول ما في نفس عم يطلع وعم يفوت سوف نبقى النسور الاوفياء. شو بدك تقول؟ لا وداع باللقاء. الله يحميكم. الله يسلمك، وان شاء الله في مطارات اخرى وعلى ارض سوريا كامله ان شاء الله، وبانتظار النتائج ان شاء الله. اكيد حتما. الله يحميكم. الله
احنا رايحين ننفذ مهمتنا وان شاء الله راجعين، ما راح نطول عليكم. جزاكم تروحوا ترجعوا بالسلامه.